النقطة الثانية، قبل التحضير أيضا للدخول المدرسي لابد أن أضع الساعة التي من المعتاد أن يجلس فيها الأبناء لقيام بواجباتهم المدرسية. أبدأ بتحديد هذه الساعة ووجود ساعة أو 20 دقيقة على الأقل أو نصف ساعة في المساء لمطالعة قصة، ليس بالضرورة دروس، قد تكون قصة للأطفال الصغار. ربما أنا أتناول القصة ثم أبدأ في رواية تلك القصة بإيماءات وارتفاع الصوت وانخفاض، ثم السؤال عن القصة، وبحيث ينغمس الأطفال في تلك القصة. إذا كان الأطفال طبعا المستوى مثلا يعرفون مثلا قراءة القصص بأنفسهم، كل طفل له قصة، ثم يكون لنا ساعة أو 20 دقيقة، نصف ساعة في المساء، كل واحد منا يأخذ قصته في وقت وكأننا في مكتبة، كل واحد منا يأخذ قصته، ثم بعد ذلك كل واحد منا يلخص القصة أو المقال الذي قرأه في تلك الفترة. إذا لابد من التعود على وجود وقت في المساء للجلوس واحترام هذا الوقت دون وجود مشوشات.